كلام بيزنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الأسبوعي كلام بزنس. معي أنا عبدالله بحميشان ومع زميلي الأستاذ عادل بارباع، اليوم نجدد النوايا والتعامل مع التحديات وتحويل هذه التحديات إلى فرص. أبغى أذكركم بس للي حاب يتواصل معنا على الهاتف 011-217-8585 012-616-1100 وللتواصل عبر الرسائل النصية STC 85-1040 موبايلي 660-0001 زين 701-3-13 كلام بزنس، أفضل احتمال ممكن. تمام، أهنيك عبد الله وحياك الله وكذلك مسمعينا الكرام. وطبعا عنوان جميل وضع لنا زميلنا عبد الله، أنه كيف فعلا نحول التحدي إلى فرصة، وهذا أمر مهم جدا وفي العديد من النقاط لابد ندركها من خلال هذا العنوان. عبد الله، كيف ممكن نحول هذا التحدي إلى فرصة؟ وش التحدي بتصورك يعني؟ احنا كنا نتكلم قبل اسبوعين وكنا نتكلم عن الاحداث الغريبه اللي تمر معانا في عالم المال والاعمال والبزنس. نعم. وتكلمنا عن اسباب فشل المشاريع، وهذه انا اعتبرها جزء كبير من التحديات اللي تواجه اي رائد اعمال. تمام، عشان نبدا خلينا نبدا بال اللي انا احبها في حياتي دائما واتبناها ومقتنع فيها تماما، اللي هي اللهم اجعلني افضل احتمال ممكن، اللهم اجعلنا أفضل احتمال ممكن، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. يا جماعة أعزائي المستمعين وعزيزاتي المستمعات، كلام بزنس فعلا أفضل احتمال ممكن تتعامل فيه مع المال والأعمال. التحديات اللي تواجه أي شخص، خليني أنا داهمك كذا مداهمة ظريفة عادل. أيوة. أعطيني أي تحدي واجهك في عالم المال والأعمال، واجه صديق أو تجربة أنت واجهتها أو واجهها أحد أنت تعرفه، وخليني أوريك كيف نقدر نقلب التحدي إلى فرصة. نعم، ما أدري من التحديات أنه كيف الواحد يسوق مجال مثلا التعليق الصوتي في عالم السوق الأعمال. طيب، وين التحدي الحقيقي في هذا في هذه الخدمة؟ إنه كيف تقدم هذا المنتج لكل الجهات بتعرف إنه هذا منتج خدماتي مهم لهم. طيب، هل أصبح من عندك توجيه للمشترين أو المستفيدين من الخدمة إنه هذه حاجة؟ يعني صار في محاولة لكن غير ناضجة، تحتاج إلى يعني يمكن ترتيبها، تحديد ملامحها أكثر. طب إيش الخطأ اللي حدث أثناء الشرح؟ لعله يمكن ما أدري والله، يمكن هي ما وصلت الفكرة بالنسبة لهم، أو إنه يعني المنتج بالنسبة لهم ما يمثل لسه يعني حاليا الأهمية الكبيرة، مش عارف. طيب، لو قلنا للناس أثناء ما نعرض المنتج، أيوة، إنه هذا هذه الخدمة أو المنتج اللي راح أقدم لك إياه، المنتج الصوتي أو الخدمة الصوتية، نعم، تشكل 32% بدراسة نفسية حقيقية من نسبة قناعة الناس بالبرودكت أو بالدعاية أو بالإعلان اللي أنت راح تقدمه بناء على نبرة الصوت اللي أنت قاعد تستخدمها. جميل. هل هذا ممكن يؤثر على المشتري في قراره؟ لغة الأرقام لغة قوية، ممكن تأثر، ليش لا؟ طيب، إذن كيف أنا أستخدم السيرفس هذا من نقطة أنا واجهت فيها تحدي أنه الناس لا تقبلها بسهولة، إلى تحويلها إلى خدمة مهمة جدا واحتياج عالي عند الأشخاص أو عند المشترين؟ نعم، بالإمكان على كذا أني أنا لابد أضع معلومات مهمة أجعله يدرك أهمية المنتج هذا اللي راح يأخذه، وأنه إذا ما أخذه ممكن يخسر، أو أنه ما راح يصل إلى الشيء المطلوب أو المرغوب فيه مستقبلا. ممكن
طيب خلينا نقول التحدي وين بناء على تحليلي، وانت ممكن تصححني اذا كنت انا خطأ. ممكن نوصل المعلومة؟ نعم انا اتوقع ان وصول المعلومة كان، شوف دائما اي تحدي يواجه الانسان ابغى كل واحد قاعد يسمعني الحين فعلا يسجل هذه النقطة، وهذه نعم. ملاحظة مرة قوية لو الواحد عرف يتعامل معها راح يعرف يتعامل مو بس مع البزنس، مع حياته كلها. يا سلام. أي تحدي يواجهك هو عبارة عن جزئيتين ما يخرج منها، إما معلومة منقوصة وصلتك أو معلومة غلط جاتك. أيوة. يعني ما تخرج أي تحدي ما يخرج إلا من هذه الإطارين. أي سبب يدخل فيه تحدي أو فشل أو عقبات في المشاريع يكون إما معلومة خاطئة وصلت لأصحاب المشروع أو معلومة ناقصة وصلت لصاحب المشروع وما تبين منها. فالآن يعني الأمر الرئيسي أنه أنا أتبين من كل المعلومات اللي أنا بطرحها للناس أو أباخذها من الناس، لازم يكون عندي معلومة قوية عن الناس اللي تستهدف هذا المنتج حقي أو هذه الخدمة اللي أنا أقدمها قبل لا أعرضها. سي لو خلينا نتكلم على الكيس اللي أنت قاعد تتكلم فيه، كيف أسوق خدمات المنتج الصوتي للناس؟ أول شيء لازم أعرف مين الناس اللي أنا راح أستهدفهم، مين الناس المهتمين بالعمل الصوتي، مين الناس اللي فعلا يحتاج يحط العمل الصوتي هذا في إطار عمله اليومي. النقطة الثالثة، إيش هي الأشياء اللي ممكن أضيفها على المنتج الصوتي حقي تخلي المنتج الصوتي يباع بسهولة؟ مثلاً أمسك المنتج الصوتي أركبه على إيموشن جرافيك، أوكي؟ نعم. وأطلع هذا الإيموشن جرافيك لمدة دقيقة كدعاية لي أنا. يا سلام. كصاحب نبرة صوتية فيها خامة مخملية فخمة، أو فيها خامة كوميدية، أو فيها خامة رجل الأعمال الناضج، أو فيها خامة الشاب المنطلق، أي خامة تستخدم ممكن تطبقها على شيء صوري، الناس تبدأ تزيد نسبة الاقتناع من 32 إلى 72 أو 74% أنه يقتنع يتعامل معك، لأنه أنت حولت له الصوت إلى صورة، والناس تبني كل حياتها على صور. رائع. يعني هذه المعلومات أنا لابد أرتبها وأضعها بشكل مناسب حتى فعلا يحس بأهمية الشيء اللي أنا بقدمه. ممتاز. يا سلام عليك. ممتاز. طيب خليني أنا أحكي عن تجربة شخصية أنا مريت فيها مع أحد الأشخاص تعثر ماليا في السوق، وكان عنده ديون، يعني التعثر اللي حصل معاه كان إلى وصل إلى مرحلة الديون. نعم. في رحلته في العمل التجاري في مشروع من المشاريع اللي كان يعمل عليها، بعد فترة من العمل الدؤوب والاجتهاد والتركيز العالي، واجه تحدي مرة كبير في تغير الظروف المحيطة عنده في عمله، وبدأ يخسر الفرص البيعية اللي كان قاعد يشتغل عليها طوال فترة العمل، إلى أن وصل عنده هدر للأموال بشكل عجيب، وصلت خسائرة بدأت تقارب أنه هو يستنفذ جميع رأس المال الموجود، وبدأ يتدين. فكان جالس يتكلم معايا بتذمر، أول شيء يعني عبد الله أنا عندي مشكلة، المشكلة اللي صارت معايا أنا حصل معايا أنه أنا صرفت فلوسي كلها في التطوير الفلاني، وطورت الخدمات حقتي في المباني حقتي، وسويت وسويت وسويت، ولكن وصلت إلى مرحلة إنه ما في إقبال، ما في أحد قاعد يجي يستثمر في المواقع حقتي. طبعًا واسترسل طبعًا في لوم نفسه، واسترسل في جلد الذات، واسترسل في إنه هو السبب، واسترسل. قلت له عندي بس سؤال واحد، أول شيء مين السبب؟ قال لي أنا أكيد السبب، لكن فلان وفلان وفلان هم اللي علموني، هم اللي قالوا لي، هم اللي فعلوا، هم اللي سووا، فهم لهم دخل. قلت لا خلينا نفصل مين السبب الحقيقي، مين اللي قاعد يتصرف في المال، مين اللي قاعد يحط الفكرة، ومين اللي قاعد ينفذها. قال لي أنا.
قلت إذا أنت السبب، لابد أنك تعلم أنه أنت السبب. أول شيء هنا عشان أتعامل مع المال والمال يرجع يتعامل معايا في البزنس، لازم أتحمل مسؤولية. اتفقنا على هذا الكلام؟ إذا إحنا اتفقنا على الكلام ندخل على الخطوة الثانية. نعم. قال إحنا اتفقنا على هذا الكلام، قلت له الآن نجي على الخطوة الثانية. أنت لما جيت سويت تطوير عقاري في هذه العقارات اللي أنت قاعد تعمل عليها، هل كان عندك هدف أو رقم معين قاعد تتخيله أنه تحصل عليه؟ قال لا، أنا كان عندي هدف أني أجيب حق الناس للناس. تخيل. نعم. تخيل هذه الفكرة أنها ممكن تدمر مشروع بالكامل. أنا أقول لك سبب. أيام ما كنا ندرس، كنا ندرس في الجامعة في الثانوي في المدرسة، أتذكر أنا والدي الله يرحمه ويغفر له، آمين، كان يقول لي يا ولدي لما تروح الاختبار لازم تفكر أنك أنت تجيب امتياز. كنت يعني كنت أتوقع أنه هو قاعد يقول لي عشان يبغى يحمسني أجيب امتياز. بس بعد فترة من الزمن لما صار وعي أعلى بهذه المعلومات، اكتشفت أنه الفكرة الحقيقية أنه لما الواحد يكون داخل اختبار ويقول يلا خليني أنجح، ما راح ينجح. نعم. ولما يصر أنه هو يجيب درجة عالية ينجح، وبدرجات أحيانا عالية فعلا. نعم. فبالتالي الفكرة هنا، الفكرة شوف احنا أول حلقة طلعنا فيها سوا أخوي عادل كانت الفكرة. تتكلم عن الفكرة. صحيح. الآن الفكرة هنا أنه أنا أجيب حق الناس للناس، أنت راح تخسر. إذا 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 أنت دخلت بهذه النية أو بهذا أو بهذه المعنويات، لابد يكون طموحك عالي وشيء كبير، يعني حتى لأنه لو قليت حيكون على حاجة برضو عالية. لأنه هنا أنت تحط نفسك في مكان أنه أنت ما تستحق هذا المال أصلا. يعني صحيح. أنت كأنه عندك عدم استحقاق لحصولك على هذا المال. نعم. فبالتالي راح تخسر. صحيح. كانك طيب. ثقتك مهزوزة بنفسك أنه يلا خليني بس أمشي نفسي. أيوة، خليني بس أمشي نفسي ومشي المشروع. نعم. نقطة الثالثة. وطيب حنأخذ نقطة الثالثة أخوي عبد الله، لكن بعد الفاصل. طيب خلوكم معنا مستمعين. كلام بيزنس عود عليكم مستمعي الكرام. يا هلا عبد الله، ورجعنا مع عبد الله. تفضل يا عبد الله. ورجعنا لكم اعزائي المستمعين في افضل احتمال ممكن، كلام بزنس على الموجه السعوديه الف الف اف ام. ذكركم بارقام التواصل 011-217-8585 012-616-1100 للمشاركه برسائل نصيه STC 851040 موبايلي 660001 زين 701313. كنا نتكلم عن كيف نحول التحدي لفرصة. تمام. وصلنا المرحلة وقلنا النقطة الثالثة. النقطة الثالثة اللي هي اتعامل مع الفكرة. اتعامل مع الفكرة. تعامل مع الفكرة باستحقاق حقيقي للحصول على النجاح. لا تقول أبغى حق الناس الناس. قول أبغى أربح من المشروع لا يقل عن كذا برقم منطقي واقعي قابل للتحقيق وقابل للقياس وبإطار زمني محدد وبواقعية ويلامس الواقع. هذا لا يعني أنك أنت ما تحلم أو تتخيل أرباحك وأفراحك، ولكن تعامل مع الفكرة بشكل صحيح لأنك تستحق أن تنجح. الحين نذكر بموضوع خوينا اللي كان يتكلم في التطوير العقاري. نعم. هذا صديقي لما تكلمت معاه وصلنا لمرحلة أنه هو تحمل مسؤولية، وأنه هو اكتشف أنه قاعد فعلا يحط أرقام كأنه يقول يا ربي أنا ما أبغى زيادة عن كذا. يعني كان الواحد ترى النية تصل، النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب فإذا أنا نويت أني أنا أجيب حق الناس للناس، طب هذا لك خلاص، أنت نويت هذه النية، خذ النية حقتك.
ويمكن ما تقدر تحصل عليه لأنه حق الناس، الناس عندك تكاليف إنشاء، عندك تكاليف تطوير، عندك تكاليف توظيف، عندك تكاليف تشغيل، عندك مصاريف الاتيليتيز اللي هي مصاريف اللي هي الاندايركت كوست، وعندك الدايركت كوست تكلمنا فيها سابقا. طيب فإذا هذه نيتك شلون تبي تربح؟ طيب فهو لما فكر وبدأ يتحمل المسؤولية وجد أنه أصلا في عنده سعي عقلي لاتجاه أنه حق الناس الناس. اليوم اللي كنا نتكلم فيه كان قاعد يقول طب أنا المسؤول، قلت أكيد أنت المسؤول، مين مسؤول غيرك أصلا؟ قال بما أني أنا المسؤول أنا عندي فكرة. قلت إيش الفكرة؟ قال الفكرة أني أنا أحول هذا النشاط من تأجيره واستثماره بالطريقة هذه إلى تأجيره واستثماره للأشخاص الفلانيين، وبعرض عليهم بالطريقة الفلانية. قلت له تأكد من طريقة عرضك، تأكد من طريقة عرضك. إيش سوى؟ قاعد يحلل الموقف، لقي نفسه عنده خسارة ولازم يجتازها، والفلو الكاش فلو حقه صار مديونيات، ما صار عنده كاش فلو حقيقي له هو يملكه. راح تعاقد أو حول التعاقد مع أصحاب الموقع نفسه اللي اشتغل مستأجر منه ومستثمر معاهم، من أنه هو مستأجر إلى مؤجر. يعني أنا طورت وأنا راح أعيد لكم التأجير وأنا راح أربحكم وأخذ منكم نسبة لقاء إدارتي ولقاء فكرتي، وأرجع رأس المال اللي ضخيته في المشروع. كان هنا التحول العجيب في حياة هذا الإنسان. الخطوة الجريئة اللي أخذها، الخطوة الجريئة اللي أخذها حولت عنده البزنس من خسائر إلى بزنس ربحان، وبدأ يربح وبدأ يرجع الفلوس اللي صرفها وبدأ يسدد المديونيات، لأنه تحمل المسؤولية وأخذ قرار جريء تجاه تحويل هذا التحدي إلى فرصة يثبت فيها لنفسه مو للآخرين أنه هو قادر على إنجاح مشروع بهذا الحجم. نعم. فعليا قعد 3 سنوات سوى بريك إيفن، 3 سنوات اللي هو سوى نقطة تعادل الصفرية لكل الخسائر اللي خسرها وسدد كل المديونيات. والآن هذا الرجل الآن يدير مشاريع بنفس الفكرة حقته، وصلت إلى 15 مشروع في عمل 6 سنوات فقط. ما شاء الله. كل مشروع يدخل له تقريبا ما بين 10-15% من العائد حقه، وهو ما يدفع ولا ريال، هو يعطي الفكرة وينفذ. تحول التحدي إلى فرصة. هذه تجربة وقعت معي أنا شخصية وحبيت أشارك فيها. حاولت أني أنا أكلم صديقي أنه أنا أستضيفه، وقلت لازم يعني تشاركنا تجربتك هذه اللي مرت عليك وكيف كنا قاعدين ندير. طبعا الكلام أنا اختصرت القصة، بس هي 3 سنوات كنا فيها استشارات وكنا فيها أعمال كوتشنج، كنا فيها تحويل الأفكار إلى واقع ودمجها بالعمل، وكيف يأخذ قرار مع المستثمرين الأساسيين اللي كان هو المفروض يكون هو مستأجر وأنه هو المستثمر القوي، كيف هو يتجرأ وينقل صورة أنه أنا الآن عندي طور مختلف تماما مع الفلو. طبعا مرينا في مرحلة مع بعض، ولكن في الأخير النتيجة هي المطلوبة، أنه أنا أحول التحدي إلى فرصة. خلينا ناخذ بعض التحديات اللي فعلا تواجه رواد الأعمال وكيف ممكن يتعاملوا معها ويحولوها إلى فرص. طيب. طيب. 1، زي ما الكلمة اللي أنت قلت لي إياها في بداية الحوار، قلت لك خليني أداهمك ونسأل عن تحدي واجهك، اللي هو المنتج أو الخدمة اللي أنت تقدمها، الخدمة الصوتية. نعم. أنت تقول إنه الخدمة الصوتية هذه هي عبارة عن خدمة في ناس كثير ما تعيها أو ما تتعامل معها أو ما يفهموا كيف يتعاملوا معها. وليس عدم فهمهم هو أنه هم ناس ما تفهم، ولكن هم ما يعرفوا قديش ثمارها. صحيح. بالنسبة لهم فوعيهم فيها قليل. نعم. فهذا نعتبره أنه لا يوجد سوق لهذا المنتج. طيب هذا تحديك. نعم. عشان ما يوجد سوق لهذا المنتج، أنا لازم أوجد حاجة عند الناس أو عند المشترين لهذا المنتج. وإحنا تكلمنا في فكرة مرة بسيطة وقعدنا نفكر
ممكن نطلع بأفكار أكبر وأكبر وأكبر. قلنا نحول الصوت إلى شيء صوت مع صورة مدمج ونقول هذا طريقة وصوله للناس. بس نعم. هو المنتج حيقدم كصوت ما حيقدم كصورة. نعم. ولكن أنا ما أشرح في العرض التقديمي للشركة أو للمشتري أو للمشترين أعزائي المستمعين، أعرض بطريقة أني أنا أقنع العميل يشتري مني قبل لا أقنع العميل يستخدم الخدمة. في تحدي ثاني اللي هو استنفاذ السيولة، وقلنا عليه دوبنا أنه صديقنا هذا اللي استنفذ سيولته وصار مديون بدأ يواجه المشكلة وفك الشفرة. إيش هو فك الشفرة؟ هو عارف أنه في فرصة من هذه التجارة ولكن ما تحمل مسؤوليتها وما وقف التسويف. هو راح وقف التسويف وأخذ المسؤولية وقرر قرار شجاع جدا إنه يقول للناس أنا الآن في وضع مالي متخربط أو متكركب وأحتاج إنكم أنتوا تعطوني الفرصة إني أنا أحول مشروعكم هذا اللي أنا طورته ودفعت فيه إلى مشروع ناجح وأنا أخذ منه النسبة الفلانية. طيب. في تحدي ثالث يواجه الناس، احنا قاعدين نتكلم عن أسباب فشل المشاريع كتحديات الآن اللي تكلمنا فيها في الحلقة مو السابقة اللي قبلها، اللي هي اختيار فريق خطأ. أنا تفاجأت بعد فترة من الزمن أني أنا قاعد أتعامل مع الفريق والفريق ما قاعد يندمج أو أندمج أنا معه. فبالتالي إيش أسوي؟ قد يكون هناك علاقات صداقة، قد يكون هذا أحد أعضاء الفريق أخوي، قد يكون أحد أعضاء الفريق هذا شريك في العمل. إيش أسوي؟ أعطيني رأيك. والله أنا ما أقدر أعطي رأي في هذا الشيء. يعني لو كنت في هذا الموقف إيش ممكن تسوي؟ إيش رأيك؟ رأيي أنا؟ أيوه. أنا لي رأي وبقوله بس أنا أبغى أشوف وجهة نظرك بس. لا أنا حقيقة ما عندي الآن وجهة نظر واضحة. طيب. في هذا الأمر أول شيء لازم أسوي وما أبغى أثر كذلك على المستمعين في رأيي. أوكي لا لعيب عادل. أنت قاعد تأخذ استشارات ببلاش. أي أكيد طبعا حتى المستمعين أنا حطينك لأنك أنت ما شاء الله يعني رجل أعماله على مستوى فنأخذ استشاراتك. طيب إذا أخطأ الله يحفظك حبيبي، إذا أخطأنا في اختيار الفريق لابد أن أتعامل مع الخطأ هذا بمسؤولية تامة أخذها على نفسي على عاتقي. نعم. ولا أتعامل مع الأشخاص وأحكم على الأشخاص لأنه لا يوجد بني آدم خلق ربي في هذا الكون له الحق أن يحكم على الناس، وإنما لنا الحق على الحكم على التصرفات. فبالتالي أجي أناقش فريق عملي وأحكم على تصرفاته حتى لو كان شريك، حتى لو كان أخ، حتى لو كان أب، بما في حدود الأدب والاحترام. نعم. أنا أتعامل معك في هذه النقاط وهذه النقاط، أنا رأيي فيها في سلوكك في هذه النقطة 1 2 3، وأحنا الآن في مرحلة عمل، لسنا في مرحلة أنه إحنا نتعامل في البيت أو نتعامل في الشارع أو نتعامل في المقهى أو نتعامل في الديوانية. لابد أن أفصل وأكون حيادي جدا وأوضح الأخطاء اللي قاعدة تصير من سلوك الناس اللي قاعدة تعمل معي. نعم. 2، ممكن أسوي غربلة. إيش هي الغربلة؟ اللي هي تغيير مهام الأشخاص بما يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم. نأخذ تفصيل الغربلة هذه لكن بعد الفاصل حبيبي عبد الله. أوكي. نطلع فاصل مستمعينا، لكن نذكركم كمان بأرقام تواصلنا هاتفيا على 011-217-8585 وكذلك على الرقم الآخر 012-616-1100. خليكم معنا. كلام بيزنس.
عدنا إليكم أعزائي المستمعين ونذكركم برقام التواصل 011-217-8585 012-616-1100. الغربلة. أيوة نعم. رايك في الغربلة؟ وصلنا يعني. في الغربلة أكيد كل شيء، كل مرة إحنا نحتاج إنه نغربل ونشوف إيش اللي نضاف ما له داعي والشيء اللي له داعي، ولابد الواحد يصفي من فترة الأخرى. أنت إيش رايك في الغربلة بس؟ الغربلة مطلوبة، أنا أقول لك يعني في كل أمورنا. طيب. إيش بالك أنت الغربلة الآن في النقطة هذه؟ الغربلة الآن في النقطة هذه فعلياً. أيوة. هي تمكين الفريق من النجاح والإنجاز، وليس الغربلة بغرض أني أنا أضر فريقي ولا أضر شركاء نجاحي. نعم. الغرض فيها أنه أنت تنجح في هذا الجزء، أنا أبغى أزيدك نجاح، أبغى أزيدك قوة. كيف أتعامل مع الفريق بعد ما أتكلم معاه في الأخطاء اللي وردت أو الأشياء اللي حصلت في العمل؟ بعد ما أخلص من 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 طرح ونقاش المعلومات اللي حصلت أو النقاش اللي حصل بيني وبينهم بخصوص الأخطاء، فصلت بحيادية بين المشكلة وبين الأشخاص، تبدأ عملية الغربلة. كيف تبدأ عملية الغربلة؟ أبدأ أستخدم المعلومات اللي الله سبحانه وتعالى ساعدني ومكنني وعلمني كيف استخدمها. استخدم اختبارات قيادة لهذا الفريق، وأبدأ في اختبار لفريق العمل. نعم. اختبار نمط القيادي اسمه Extended Disk. هذا اختبار ديسك المطور. هذا من الاختبار هذا يعطيك النمط القيادي لكل شخص، يعيد تشكيلتهم، هيكلتهم. نعم. بناء على الكلام هذا راح يعطيك أنماط المديرين والقائدين اللي قاعدين يعملون معك، اللي تكلمنا عنهم في أول حلقة أثناء الفكرة. نعم. وقلنا في تكوين فريق العمل راح أجد ناس هدفهم وطريقتهم وتعاملهم مع الأهداف هو تعامل الرتم السريع، رتم المبيعات الملهم. الإنسان اللي بس يبغى ينجز، ما عنده مشكلة في أي شيء، أهم شيء أنه عنده ينجز ويقفل صفقات. هتلاقي واحد ثاني عنده الرقابة أهم شيء، لازم يراقب الورق، يراقب تحركات الفريق، يراقب الشركة، يراقب كل شيء. عندك الجزء الثالث الشخص الباحث اللي كل يوم يبحث عن نقطة تطوير، وين يقدر يطور. عندك الشخص الرابع هو المسيطر، هذا الإنسان اللي ممكن يمسك أموال الشركة ويحافظ عليها. الآن ميزة هذا الاختبار لما تسويه أنه أنت تقدر تسوي اختبار فردي لكل المجموعة، كل واحد يسوي الاختبار، وكمان تقدر تحط نتائج المجموعة ويعطيك ترتيب كيف هذه المجموعة تقدر تتعامل مع بعض وكيف طريقة تعاملهم مع بعض وفين نقطة الضعف وفين نقاط القوة. اللي يهمني أنا كعبد الله بحمشون جربته، أني أنا قاعد أستخدم دائما نهاية التقرير نقاط القوة فقط. أنا لا تعنيني نقاط ضعف الأشخاص أو نقاط ضعف الناس، تعنيني نقاط قوتهم، لأن كل ما تقوي نقطة قوة عند إنسان أنت راح تغفل نقطة الضعف هذه، لأنه هو قاعد يركز على اللي يبغاه. جميل. هذا فائدة الغربلة. نعم. وهذا التحدي اللي يواجهه اللي نقدر نحوله إلى فرصة بعد ما نستخدم الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها ونقدر نستخدمها. طيب بقي لنا دقيقتين عبد الله، وقبل ما نختم يعني الآن وإحنا بنحول التحدي إلى فرصة، في كلمات كذا موجزة، كلمات هذه خلينا نتخيل كلنا مع بعض أعزائي المستمعين أنه إحنا في رحلة. نعم. ورحلة المال والأعمال هذه رحلة ممتعة، فعشان تستمتع بهذه الرحلة لازم يكون عندك تسليم وقبول وحيادية، وتقبل أنك أخطأت وتسامح نفسك على الخطأ وتوقف الندم على الأخطاء وتبدأ من جديد بخطوة جديدة ونية نجاح جديدة، وتتعلم من تجاربك
وتعيد توجيه الخلل، تاخذ مشورة منهم أخبر منك أو منهم أكثر منك معلومة أو منهم أقل منك حتى سنا، ممكن يكون عندهم آراء توافق هذا العصر. جميل. توافق هذا النجاح. الفشل ما هو إلا قصة حنكتبها يوم من الأيام ونقول إحنا فشلنا هنا، بس كان وقود نجاحنا الفشل هذا. ما في نهاية بالفشل، بس هو بداية الطريق. أنا أشكرك أخوي عبد الله، وكلمات إن شاء الله تكون مضيئة على طريق وعلى هذه الرحلة، رحلة التحدي اللي بتوجهنا ونتجه بها نحو الفرص. كل تقدير لك. تحياتي. وتحية لكم أيضا مستمعين الكرام على طيب الاستماع والمشاركة. نلتقي بكم إن شاء الله مجددا في طبعا حلقة قادمة من كلام بيزنس. إلى الملتقى، تحية مني أنا عادل برباع وزميلي عبد الله بحميشان. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.